وبالعوده مشاهدينا الى الغارات الامريكيه البريطانيه التي استهدفت محافظات في اليمن مسؤول امريكي لوسائل العالم الامريكيه يقول أن الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى نفذت ضربات الليلة على جماعة الحوثي غربي اليمن وكذلك وسائل أعلام يمنية تقول أن غارات أمريكية بريطانية على محافظات يمنية عدة منها العاصمة صنعاء وتعز البيضاء وحجة للمزيد من التفاصيل حول التصريحات الأمريكية والموقف الأمريكي عن هذه الضربات الموجهة لجماعة الحوثي في في محافظات عدة في اليمن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي عبد الرحمن ضعنا في تفاصيل التصريحات والموقف الأمريكي نعم سوني يبدو أن هذه الضربات تم الاتفاق عليها في صباح هذا اليوم عندما أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بيت الأبيض أنه كان هناك محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سونك وكان الحديث على هجمات الحوثيين وكيفية صد هذه الهجمات هجمات الملاحة البحرية وكيفية تحالف وأهمية تحالف جميع الدول سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض من الدول الغربية الأخرى في صد هذه الهجمات ولذلك المسؤول الأمريكي الذي صرح ذلك لوسائل الأمريكية تحدث أيضا عن أنه تم استهداف غرب اليمن وهذه الضربة الثامنة في غضون عشرة أيام تقريبا في اليمن مع أن هذه الهجمات لم يكن لها دافع قوي لوقف ضربات الحوثيين لبعض من المصالح الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يصر بأن هذه الضربات لن يوقفها إلا إذا أوقف الحوثيون ضرباتهم في البحر الأحمر. ولذلك نرى هذا الإصرار الأمريكي، ونرى أيضاً أنه استنتجنا يعني تقريباً وأنا أتحدث إليك الآن تذكرت أن كان هناك مكالمة هاتفية بين بايدن وريتشي، سونك ربما تم الاتفاق عليها لا نعلم بالتحديد، ولكن هذا استنتاج من ما حدث اليوم. إذا هي الضربة الثامنة للقوات الأمريكية في غضون عشرة أيام والضربة الثانية بالمشاركة مع بريطانيا الحديث كان عن الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع بريطانيا ودول أخرى لم يسمي المسؤول الأمريكي هذه هذه الدول ولكن جاءت أيضا أخبار تقول أن هذه الضربة هي ضربة فقط لحث الحوثيين على عدم يعني تنفيذ الكثير من الهجمات او المزيد من الهجمات في ملاحه البحر الاحمر. شكرا جزيلا لك مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي كنت معنا من واشنطن سنعود لك بعد قليل لمتابعه تطورات الاوضاع نذكر بان